والحلم. قال الإمام الحسن عليه السلام: أعلموا أن العقل حرز، والحلم زينة، والوفاء مروءة، والعجلة سفة، والسفه ضعف، ومجالسة أهل الدنيا شين، ومخالطة أهل الفسوق ريبة، ومن استخف بإخوانه فسدت مروءته، ولا يهلك إلا المرتابون، وينجو المهتدون الذين لم يتهموا الله في آجالهم طرفة عين ولا في أرزاقهم، فمروءتهم كاملة وحياؤهم كامل، يصبرون حتى يأتي بهم الله برزق، ولا يبيعون شيئا من دينهم ومروءاتهم بشيء من الدنيا، ولا يطلبون شيئا منها بمعاصي الله. ومن عقل المرء ومروءته أن يسرع إلى قضاء حوائج إخوانه وإن لم ينزلوها به، والعقل أفضل ما وهب الله تعالى للعبد، إذ به نجاته في الدنيا من آفاتها، وسلامته في الآخرة من عذابها.